للمزيد من المتابعة والتحليل حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. سيد جمال، بعد التحية، بعد توقف لأيام يعود الحوار الوطني من جديد ليمارس مهامه المنوط بها، ولكن في ظل أزمة طرأت وحلت على الوطن العربي وهي الأزمة في السودان الشقيق. ما الموضوع على جدول عمل الحوار الوطني وما المأمول أن يحقق في الجلسات القادمة؟ خلينا أقول لحضرتك مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة هو الحوار وجلسات مجلس الأمناء لم تتوقف، هي في انعقاد دائم، ولكن مع اقتراب موعد المقترح 3 مايو المقبل لانطلاق الجلسات الرئاسية للحوار الوطني، تابعنا بيان السيد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وجلسة غدا ستضع اللمسات النهائية حول الأسماء التي سيتم التوافق عليها، وما تبقى من أسماء تتعلق بالأحزاب التي لم ترسل من قبل. الأمانة الفنية غدا ستتلقى الأسماء من هذه الأحزاب التي تأخرت في إرسال مرشحيها للمشاركة في الجلسات الرئيسية. نحن أمام يعني حوار هام ومهم ومبادرة تاريخية هي الأولى في تاريخ مصر الحديث. غدا سنكون الجلسة رقم 23 منذ إطلاق المبادرة. كل جلسة كانت تستغرق من 8 إلى 10 ساعات. لدينا يعني 19 لجنة في حوالي 119 قضية ويزيد عن ذلك، وملفات مهمة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. أهم الملفات والقضايا المطروحة على جدول النقاش سيد جمال، يعني في كل نتحدث عن قضايا اقتصادية، نتحدث عن قضايا سياسية، نتحدث عن قضايا مجتمعية. يعني لو تحدثنا في المحور السياسي نجد يعني قضايا مهمة تشغل بال الرأي العام مثل الإشراف القضائي، وتابعنا خلال الأيام الماضية المقترح الذي قدمه مجلس الأمناء إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استجاب خلال ساعات قليلة في اليوم التالي للجلسة مباشرة، أي خلال 24 ساعة، وأحال الاقتراح إلى المسؤولين لمناقشته والوصول إلى الشكل التشريعي والقانوني المناسب له، خاصة أنه يعني الإشراف القضائي الكامل كان وفقا لدستور 18 يناير 2014 يعني كان المادة كان محور للنقاش في الجلسات الماضية الإشراف القضائي. لكن الحوار الوطني وجلساته سيد جمال حقق الكثير من التقارب في وجهات النظر بين الأحزاب وبين المتفاعلين والشركاء في الحوار الوطني من البداية وحتى الآن. ما الذي تحقق فعليا على أرض الواقع حتى الآن؟ يعني ما تحقق هو شيء مهم وكبير جدا، يعني وضع أرضية صلبة وقوية أسس لها مجلس الأمناء من خلال مناقشاته التي تضم كافة الأعضاء من كافة الأطياف السياسية، أرضية صلبة تتعلق بالتقارب في وجهات النظر بين الأحزاب والقوى السياسية يعني المختلفة المعارضة والمؤيدة وغيرها، وهذا لم يكن موجودا من قبل. وبالتالي وصول هذه النتيجة ووصول إلى مجلس الأمناء إلى تأسيس أرضية يمكن الانطلاق منها والبناء عليها الأهداف الوطنية للدولة المصرية ومصلحة المواطن، هذا مكسب كبير جدا. ربما الجزء الصعب هو الذي يعني مر خلال 23 جلسة الماضية، والتوصل لبدء انطلاق الحوار هو رسالة واضحة جدا عنوانها التوافق بين القوى السياسية حول الموضوعات الرئيسية، خاصة أنه منذ اللحظة الأولى لا توجد خطوط حمراء حول أي قضية والنقاش مفتوح. وهذا ما وضح جليا في الجلسات الماضية 23. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الكاتب الصحفي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني السيد جمال الكشكي، شكرا جزيلا لك.